سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أمهات الآباء، أخواتي إخواني، صباح الخير، السلام عليكم. في هذا اليوم بالطبع نحن نحتفل به كذكرى. هذا اليوم اللي راح ضحيته 45,000 جزائري وجزائرية، وهذا من أجل الاستقلال والحرية. ولكن في الحقيقة هذا اليوم لا يعتبر فقط محطة تاريخية نتكلم عليها هكذا ونفوتها، بل هذا اليوم لابد أن يكون درس للأجيال، وخاصة لجيلنا حنايا. وهذا الدرس هو درس التضحية، لأن الآن في بلادنا الجزائر كلمة الوطن ولات ما عندهاش معنى عند الشباب تاعنا. الإنسان لما يتكلم عن الوطنية يعتبر بالمفهوم العام تاعنا جايح. الإنسان لما يهضر على البلاد ويخاف على البلاد يعتبر باللي عبيط ما يفهمش. لأن في بلادنا الآن تربى شعبنا ونربيه في جيلنا على أنه كل شيء عنده ثمن، البيع والشراء، عندنا نبيع ونشريو. وحتى وصلنا، راكم لاحظتوا في الانتخابات وكل الشعب الجزائري يعرفها، عندنا نبيع ونشريو حتى في الإنسان، في الموقف نتاعو، في الصوت نتاعو، وحتى في البلاصة نتاعو باش يترشح. بيع وشراء في كل الأحزاب وفي كل المستويات. وصلت بنا في الجزائر أن الرشوة والمحسوبية تعتبر حاجة بديهية جدا وحاجة طبيعية. عاد الإنسان يصلي، يخرج من المسجد، يمشي لأي بلاصة، يدفع 20 درهم باش يجيب النكوة تاعو. ما تبنوش رشوة. وكاين بعض الإخوان سمحهم الله، واحد سماها إكرامية، واحد سماها لعن الله الراشي المرتشي. ولينا يعني في كل عالم، راكم شفتوا لي زاميريكان، شعوب جات من كل عالم، من إفريقيا، من آسيا، من أوروبا، وكونوا دولة. وراك شفتوهم حتى في الفيلم نتاعهم كل مرة يفهمونا كيف لو درابو يساكري، كيف العلم نتاعهم مقدس. حتى في فيلم بورور ولا فيلم داكسون نتاعهم يحوسوا يدخلونا في مخنا بلي العلم مقدس. حنا العلم نتاعنا راهو شوفوا البلديات والولايات والمؤسسات حتى الوزارات. العلم قطع، العلم رايح، العلم فاسد. وفي كثير من الأحيان ما يحطوش العلم. ورحنا في الجزائر عندنا قدس البشر، قدس إنسان، ما قدسوش المبادئ والقيم، ما قدسوش علامنا، ما قدسوش الشهادة تاعنا. هذا اليوم اللي في الحقيقة نذكر نفوسنا بالمأساة اللي كان في 45، ولكن في أن واحد هي محطة لكل إنسان يقول علاش ماتوا هذا؟ علاش ماتوا؟ علاش مات 1.5 مليون شهيد؟ علاش الشعب الجزائري منذ 1830 هو يقاوم؟ وكان الناس بخيرها، كانوا الناس عندهم خيرات لاباس بها، وهزوا السلاح وخلوا كل شيء وطلعوا للجبل. علاش؟ باش حنا نعيشوا احرار، الحريه ما عندهاش ثمن. باش حنا نعيشوا في بلاد حره مستقله. كيفاش انت هذو الناس ماتوا من اجل الحريه وانت تذل روحك الان امام مسؤول ولا امام شيء تحتاجه وكل صغير؟ اخواتي اخواني، في تأسيس جبهة المستقبل، هذا الحزب الصغير الفتيل اللي عنده سنة وبعض الأشهر، لما أسسناه مع أخواتي إخوة على مستوى وطني كانت كلمة واحدة كنا نتكلم عليها، وخرجت في البيان تاعنا الأساسي، مش من أجل برنامج اقتصادي، لأن الاقتصاد يتبدل ويتطور، ممكن تكون في لا دروات وتكون في لا غوش حسب المعطيات الدولية، ولكن كاين أشياء اللي ما تتطورش وما تتبدلش، هي المبادئ والقيم، هي العلوم تاع الأمة.
ذكرناها في الآية تاعنا وهي كلمة الأخلاق. قلنا كيفية استرجاع أو إعطاء الأخلاق للعمل السياسي في الجزائر. كما نقول سيرتانيتيك على في بوليتيك ونجيب. إلا يعطينا أخلاق للعمل السياسي تاعنا والمعايشة تاعنا بين بعضنا البعض. هذه هي القمة تاع العلاقة وتاع الحب بين الشعب. الآن راكم تشوفوا يوميا الناس تخدع بعضها البعض، العائلات حتى الأب مع الابن عاد يروحوا للعدالة. كانت عندنا عيب بكري باش واحد فقط مع أخوه مع ابن عمه مع جاره. الآن يعني الإنسان ولا ما عنده حتى قيمة، والعلاقة ما عندها حتى قيمة، والأخلاق ما عندها حتى قيمة. الآن القيمة الوحيدة اللي كان هي الدينار. فأخواتي إخواني، مش ممكن نبني دولة ومش ممكن ندير مجتمع قوي إلا ما كانش مجتمع متقلب، مجتمع اللي يسد التعايش والإخاء والمحبة والصداقة بين بعضنا البعض. مش ممكن أن ندير دولة هكذا. والدليل على ذلك الآن الجزائر عندنا مئات الملايير تاع الدولارات، عندنا أراضي شاسعة، أكبر دولة الآن في إفريقيا بعد ما السودان انقسمت، عندنا شعب وعندنا جامعة تخرج، عندنا مليون ومئتين ألف طالب جامعي. هل قدرنا أننا نكون حقيقة دولة قوية كما قال راح الوالي بومدن لا تزول بزوال من جرب الحكومات؟ هل حقيقة وصلنا بعد 50 سنة؟ لأن راكم تشوفوا الشعارات في كل مدن على بعد 50 سنة من الاستقلال. لماذا السلطة الجزائرية ما تجيش وتفتح حوار بين الشعب ونقيم 50 سنة؟ نقيموه وحنا كل مسؤولين. مانيش نقول فلان مسؤول ولا اكس ولا يكراك، كل الشعب الجزائري مسؤول، لان الجزائر هذه كامل ملكنا كامل وحنا شركاء فيها، كلنا مسؤولين. اللي مش مسؤول على الكبيره مسؤول على الصغيره. نقيموا نفوسنا ونقيموا بلادنا ونقيموا وين وصلنا بعد 50 سنة. هل حقيقة بعد 50 سنة وصلنا أننا نحقق بعض الأشياء اللي كانوا يحلموا بها الشهداء وكانوا يحلموا بها واللي جاء بها بيان أول نوفمبر؟ هل حقيقة بنينا دولة ديمقراطية اجتماعية كما قال البيان تاع أول نوفمبر؟ هل حقيقة وصلنا نديروا عدالة اجتماعية حقيقية في الجزائر بالإمكانيات اللي عندنا؟ هل حقيقة بعد 50 سنة قدرنا نكونوا كما بعض الدول اللي استقلت بعدنا ولا استقلت معنا وين وصلت الآن في النمو وفي الاقتصاد تاعها؟ فأديروا تقييم. هذا التقييم لأن عمرك ولا المال يدير الرجال، الرجال هو اللي يديروا المال. فالحقيقة احنا لازم نستثمر في الإنسان. ما نقدروش نقدر نديروا معامل، نقدر نديروا مؤسسات، نقدر نبنيوا مدارس، نديروا جامعات، نديروا طرقات، نديروا كل شيء، ولكن لما الانسان يكون فاسد كل شيء ما عنده حتى معنى، كل شيء يفسد. هاو درنا البيت ودرنا الترامواي ودرنا الجامعات ودرنا الطرقات، ولكن لما الانسان ما يكونش في مستوى هذا التقدم وهذا العصر مستحيل يكون شيء. فالانسان هو الثروه الحقيقيه تاع اي دوله، الانسان هو حقا القوه الاساسيه تاع اي شعب، الانسان هو الاستثمار الحقيقي تاع اي امه. شوفوا اليابان، بلاد كلها براكين حجر، ولكن لما الانسان متكون مثقف، الانسان اللي مشى مع العصر تاعو ما خلاش العادات والتقاليد تاعو، الانسان اللي متمسك بالحضاره تاعو ودائما يسمو الى التطور في العلوم والتكنولوجيات، بنا دولة قوية. احنا قادرين نكونوا قوة في العالم العربي في افريقيا بالامكانيات اللي عندنا، ولكن لابد ان نعود الى بناء الانسان. الانسان وسمحوا لي مش بالنفاق بالكذب بالخداع، بناء الانسان بناء حقيقي. البارح وانا جاي القلمة في قرية مع خوت من قسنطينة لقيت الشعب سكر الطريق، شباب الحجر تاتا سجر سكر الطريق. والله
قلت نروح نتكلم معاه، راح نناقش معاه اللي يجوا ما يعرفوني ما نناقش معاه. مشاكل بسيطة جدا سكر طريق، لأن الشعب تعلم في هذه العهدة في هذه العشرية الأخيرة أنه حقه يجيبوا بالذراع، يجيبوا بالقوة ويجيبوا بالقباحة، يجيبوا بسكر طرق وليبنو ويجيبوا بالفساد وبالسبان وبالعياد. بعد أن شعبنا أنه يجيب حقه بالقانون، ما طبقناش القانون، والشعب الآن في الجزائر كامل فهم باللي الحق نتاعو ما يجيبوا إلا بالقوة وما يجيبوا إلا بالفوضى. ولما تكون فوضى للأسف معايا منتخبين، الشعب لما تكون عنده مشاكل شكون اللي يقوم بها؟ هم المنتخبين، المنتخبين المحليين وعلى مستوى وطني، النواب بلديات هما اللي يجيو يناقشوا مع الشعب ويناقشوا مع السلطه باش يلقاو حل. ولا مره في كل وطن خرجوا منتخبين باش يحبسوا الشعب لما يدير فوضى. ياخذ الشعب يخرجوا لابوليس بالعصا، لان الحوار السياسي في الجزائر انعدم، لان الثقافه تاع الحوار ما كانش في الجزائر، لان احنا بغينا نسيروا بلادنا بدون القانون. ودائما لما يجيو المسؤولين يتكلموا يقول لك القانون فوق الجميع، لا، القانون الان كما يقولوا بالعاميه ويجي يقولوها بالشفاره والله بالعلاقات اللي تحل المشاكل، ما كانش قانون. الى ما وصلناش اننا ندير دوله قانون ونولي للاخلاق السياسيه والاخلاق تاع التعايش بين بعضنا البعض. ف اخواتي اخواني، هذا اليوم العظيم اللي هو محطه نستدرك فيها ونخمم فيها في المستقبل تاع ولادنا، لان البترول 20 سنه 25 سنه 30 سنه ينتهي، واش هو الثروه اللي راح نخليوها لبلادنا ولولادنا؟ هي هذه هي الانسان، بناء الانسان. لما يكون الانسان في المستوى ما تخافش، الصحراء قاحله يرجعها جنه، ولو الانسان يكون فاسد تعطيله جنه يرجعها صحراء قاحله. فالانسان هو اساس اي مجتمع. احنا في جبهه المستقبل نولوا اهتمام كبير لهذه القضيه، ونحاول اننا نبني حزب او جبهه فيها كل المناضلين متساويين، فيها كل المناضلين يعملوا من اجل خلق جوع عقلي نبنيو به مجتمع حقيقي. ولو كل حزب يسمو الى بناء اطارات في المستوى، سنبني ان شاء الله في المستقبل كتله سياسيه في الجزائر قويه، وتكون ساحه سياسيه قويه. الان اي انسان في الجزائر عادي جدا تتكلم عليه يقول لك ما عندناش طبقه سياسيه في الجزائر، حقيقه لان كسرنا كل شيء، كسرنا كل شيء. وحتى الناس المضاف والناس اللي قادرين والناس المقتدرين في السياسه جبدوا رواحهم يتفرجوا وكانها تياتر وهما غير معنيين به. لا، ايضا الانسان اللي يجبد روحه انا بالنسبه لي خاين، خان بلاده، اللي قادر باش يحرك شيء وجبد روحه بالنسبه لي هذا ما عندوش حق باش يعيش في الجزائر. احنا هذه بلادنا، واي انسان لابد ان يلوح روحه. معليش كثير من الناس يقولوا السياسه مش مليحه، وراي تاع طلعيات تاع سرقه وتاع ترافيك وتاع ناس كذا وتاع ناس كذا، اروح بدلها. لان السياسه هي التي تسير كل شؤون الدوله الان. الدوله المعاصره تسير بالمجتمع السياسي. لازم تدخل المعركه، وندخل المعركه ونحاولوا اننا نبدل، وما لازمش تكون الانانيه يقول لي انا لاباس عليا، عندي امكانيات ماليه في بيتي، عندي دار، عندي مواطن، لاباس عليا، واش دخلني انا في هذه المشاكل؟ المهم نروح للدار. يجي نهار انت تكون تحتاج ولو وثيقه صغيره في البلديه ويمرمدوك. لابد انك تشتغل باش تكون رئيس بلديه في المستوى، باش كي تجي تكون كمواطن عندك كامل الحقوق. لابد ان تعمل دير نائب في المستوى باش يدير يسند ويدير قانون في مستوى الشعب، وبالتالي مسؤوليه للجميع. وتكلمنا كاحزاب سابقا بالتزوير والتزوير. نعم كان تزوير. والتزوير شكون اللي داروا؟ داروا الشعب. لان الشعب ما راحش يفوطي، خلى الريجستر كل فرغانين، خلى الناس تعبي في بلاصتو. الشعب لو كان يوقف كامل يروح ينتخب ويخير ناس في المستوى، ما يخليش الباب مفتوح للجماعه اللي راهم يسموه. فالشعب كله مسؤول، احنا كلنا مسؤولين على التسيير تاع بلادنا. ما لازمش نحلو على اكس ولا يكراك. ولما تروح تلقى
في لي زامبو مشكل، ولا تلقى مشكل حتى في الطائره ولا في اي مكان تبدا تسب وتقول هذه مجدوله. هاي مجدوله لانك انت ما بنيتهاش، لانك انت ما ساهمتش في بناء هذه الدوله. فاحنا كنا مسؤولين لانها كنا دارنا. لما يجي وزير ولا يجي مسؤول في هذه البلاد يوزع في المال، يمد في المال تاع المال تاعنا كلنا تاع كل الشعب الجزائري، ما عندوش حق يوزعوا بدون قانون. لما لان الشعب ساكت، الشعب جاب روحه، الشعب كل واحد يديرو سون كونت، واحد يدير تجاره، واحد يترافيكي، واحد يرشي، واحد كذا، قلت له هين اذا المجموعه اللي تسير هذه البلاد تسيرها كما بغات، ما عندها لا محاسب ولا مراقب ولا عندها واحد يقولها لماذا يسيروا البلاد كما بغاو. بصح لو يكون الشعب واعي، شعب مثقف، شعب باغي صح يخدم بلاده، واحد ما يقدر يتجرا باش يخدم راهو يصوبوا فينا كي البيطاي. فالانسان خلقه ربي ميزوا عن الكائنات بالمخ نتاعو بالعبقريه نتاعو. اذا كان الانسان فقط يخمع العيش ياكل ويشرب ويرقد، هذا بالنسبه لي سمحوا لي بالتعبير عباره عن بهيم. الانسان لازم يغير المحيط نتاعو، يغيره بكل ما عنده القوه، يغيروا بكلامه بالمواقف نتاعو بالحركه نتاعو بالمساعده نتاعو، يروح الانتخابات. الانسان لازم يغير المحيط ويغيره للاحسن. اذا كان ما حاولش باش يغير المحيط وكان الالاني فقط في داره مع اولاده، المجتمع يفسد. ورانا الان راكم تشوفوا وين وصلت فيها الجزائر برغم الامكانيات اللي عندنا. فاخواتي اخواني، وصحيح كان الاحزاب تخبط تبيع وتشري، كان احزاب كثير دي مارشون بيلون، كاين منظمات وجمعيات داروها من اجل الخبز يروحوا يجيبوا لا سيكونسيون يتقاسموها، وكاين وكاين وكاين، لان هناك فراغ حقيقي بالنسبه للمجتمع اللي اطارات كثيره جبت تروحها وخلات هذه الممارسات. بالطبع الاداره تشجع هذا الشيء، لان الاداره تشجع انه تكون لا ميديوكريتي في كل المستويات، بتصير هي الوالده لا بيه كل مير سمحوا لي بالتعبير تغلب، انا نجيب واحد انتليجون يقلب. كل وزير ماذا بيه حتى المديرين الكل يسيرهم كما بغاو، واحد ما يقولوا لا، وهي ماشيه الى غايه الوصول اعلى هرم في الدوله، ماذا بيهم يلقاو الناس يسيروهم كي الحمير يصوبوهم. السكوت عن الحق شيطان الاخرس. لابد ان الشعب يقول كلامه، وانا نتكلم على الشباب خاصه لان المستقبل تاعكم الان هم تشوفوا يبيعوا ويشتروا في النيفليجان. قال ما داروا في والله في الصحراء بعد لهم 12000، دير 12000 بوليسي، دير 20000 ليه مؤسسه، دير وكانه يعني قضيه يسوطو ترند كل ما تيدي براش. قال ضرك برك. قال والله ان الشباب خرجوا الربيع العربي، قال والله نعطيهم لونساج، وعاد الشاب يدير في لاشين بالدواسه نتاعو ويخرج في سويردات يروح يشريها في الواطن يروح يزها فيها سمانات تروح. قال والله البنك لازم يروح بورسي.